نحط المخابز نبدا بيها، نجيب الطحين والغاز والخمره والكادر العمال يجون يشتغلون، يجي العجان اول واحد يجي يعجن المي شوي يكون دافئ لين جو بارد، يعجن العجين خليه يفرد نص ساعه لما يرتاح، يعلق الشلاع يجي الشلاع يعلق التنور ماله يمسح ويحضره، يجي خباز قبل يقطع العجان ونقوم نشتغل عاد على بركه الله. نجيب شغل البيت على شغله المخابز، المخابز ما كل من جاء اشتغل هاي الشغله، هذا عنده خبره يعني من خبرته يعرف شلون يعرف العجين مختمر او ما مختمر، يعني يعرف كل هالاجراءات. الشغل خير من الله برمضان يصير، لانه يعني هذا الشهر الخير والطاعه والناس ما تخبى صايمه بالبيت، ويصير يعني السحب يعني على الخبز والمطاعم، يجون الناس تسحرين باب جديد على المشويات، الاكل الطيبه المشويات العالم تسحر اكثر شيء من المشويات.